كان ان طونك شيف ديتا ماجور كان يحتاج كثير الى عبد الحفيظ بوسوف، وهذه شويه ضيقت عليه الامر. قال لك ماذا بيا انا راني شيف ديتا ماجور جنرال، انا الباترون بوحدي، انا جي خصني. دايور بعض المشاكل اللي وقعت ما بين سي بومدين وسي عبد الحفيظ بوسوف في الفتره نتاع ملي ولا شيف ديتا ماجور، في الاول طلب من بوسوف قال له تعطيني الشبكه تاعك تاع المخابرات في الحدود تسلمها لي، تعطيها لي تحت التصرف تاعي. الشبكه نتاع لي ترانسميسيون ولي كوت اللي كانت في الحدود يخصها تتبع ليطا ماجور. وقال له ثروازيام بوان لي ديبو تاع لارمومون اللي راهم في تونس، التراب التونسي تسلمهم لي. قالوا هذه سي ما ميسيون، سي مون ترافاي، سي يعني سي مون اكتيفيتي. قالوا سكو جو بو تو دير، اي سون ا تا ديسبوزيسيون، يخدموا معاك، يعطولك كل ما بين. انا جي با بزوان باش يخبروني، يعطوك لي رونسينيومون، يعطوك الترانسميسيون، يعطوك لارمومون. ولكن ما نجمش انا نتنازل على ما بروبر ميسيون. جو سوي ريسبونسابل دوفون لو كونساي دو لا ريفولوسيون اي دوفون لو غوفرنمون دو ما ميسيون. هذه والدليل على ذلك لما جاء الاستقلال، لي ميم ريسبونسابل دو مال كي تي على تيت دي رونسينيومون كيما سي مرباح، à la tête de transmission qui m'a Mansour Hajjaj et de l'armement qui m'a هذاك Abdelrahman تاع ستيف كي سموه اللي مات مسكين الله يرحمه، Abdelrahman راح دي اسمه، هذوك داهم هو اللي زا انتجري au ministère de la défense باسكو خدم معاهم وخدموا معاه. C'est un problème d'ego, un problème d'égoïsme.